زايد أسس دولة من لا شيء في محيط صعب، محيط ما كان سهل، ما كان متعاون، ما كان مشجع، استطاع أن يتغلب وعمل من أجل تكثير الأصدقاء وتقليل الأعداء، مد إيده حتى للشخص اللي يشك فيه وفي منطلقاته ومراميه للسلام والصداقة والأخوة، تعاون معه وصبر عليه حتى ثبت له أنه الشيخ زايد وسياسته سياسة سلام ومحبة وتعاون وسياسة حسن الجوار ومشاركة في الخير. الخير هذا إذا توفر بأي شكل من الأشكال يكون فيه مشاركة. فكان منطلقات يعني الشيخ زايد في هذه منطلقات إنسانية إسلامية، لابد أن هذه مع كثير من اللي كانوا ينظرون لك أعداء تغيرت نظرتهم.